السلام عليكم ورحمة الله. أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، والبداية بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وارتفاع عدد الضحايا منذ بدء العدوان على القطاع إلى أكثر من 24 ألف شهيد. هجوم صاروخي على سفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن، والحوثيون يؤكدون استمرار استهداف سفن إسرائيل في البحر الأحمر. رئيس الوزراء يؤكد أهمية مواصلة جهود النهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في قدرته على التنافسية إقليميا وعالميا. مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الرابع، تبدو المخاطر متفاقمة إلى حد كبير في ظل استمرار جيش الاحتلال في قصف جنوب ووسط القطاع، مخلفا حصيلة جديدة من الشهداء تجاوزت حاجز 24 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، بينما يبقى الناجون من القصف يعانون من الجوع والعطش جراء ظروف إنسانية متفاقمة بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في توصيل المساعدات لسكان القطاع. بعد أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المنكوب، قرر الجيش الإسرائيلي سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، مبقيا على 3 فرق عسكرية كاملة في أنحاء القطاع. هذه الإجراءات جاءت بعد يوم واحد من تصريح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بتفكيك الأطر العسكرية لحماس في شمال القطاع، وأن قواته تتوجه للقيام بمهامها من أجل تكثيف الإنجازات والحفاظ عليها في هذه المنطقة. وعلى الصعيد الميداني، واصلت قوات الاحتلال قصفها الوحشي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، إضافة لعدد من المفقودين في اليوم 101 من العدوان الإسرائيلي على غزة. ولليوم الرابع على التوالي يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، إذ وصل حجم الدمار إلى ما يزيد على 80%، بالإضافة إلى تعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بالعمل. ويرافق انقطاع الاتصالات والانترنت تصعيدا في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المصابين وإسعافهم. فقد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 132 شهيدا و252 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. كما أوضحت وزارة الصحة أن أكثر من 24 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من 100 يوم. وتزامنا مع هذه التصعيدات، لقيت إسرائيلية مصرعها وأصيب 19 آخرين في عمليتي دهس وطعن في مدينة رعنانة شمال تل أبيب، نفذها فلسطينيان 2 ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لما يقرب من 4 أشهر على قطاع غزة. فيما تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مطالبين بإطلاق الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة عشية مرور 100 يوم على اختطافهم. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقتل 2 من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ 7 أكتوبر، وذلك جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة بحسب فيديو نشرت. وظهرت في الشريط امرأة رهينة تتحدث عن أن رجلين كانا محتجزين معها قد قتلا في قصف للجيش الإسرائيلي. طالبت منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي بتغيير جذري في تدفق المساعدات إلى قطاع غزة. وحذرت المنظمات التابعة للأمم المتحدة في بيان في جنيف من تزايد خطر المجاعة وتعرض المزيد من الأشخاص لتفشي الأمراض الفتاكة في غزة، مشددة على ضرورة إيصال الإمدادات الكافية إلى غزة وعبرها من خلال فتح طرق دخول جديدة
وسماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور. وأكدت المنظمات الأممية أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وحذرت من تفاقم النقص في الغذاء والمياه النظيفة والمساعدة الطبية بشكل خاص في المناطق الشمالية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقا. وأضاف غوتيريش أن طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات، مؤكدا أن أي شيء لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. من جانبه أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ضرورة صدور قرار عاجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأعرب أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا وقانونيا مستندا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري. وأشار إلى أن 100 يوم ويوم مضت على قطاع غزة بلا كهرباء وبقطع المياه ومنع الدواء والاتصالات والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمرة المقدر عددهم بنحو 1,700,000 شخص. خلال الأيام الدينية التي مرت منذ العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، بذلت مصر أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية غير المسبوقة التي يمرون بها هذا العدوان الإسرائيلي الدموي. دعم مصر للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لتصاعد الأحداث عقب 7 أكتوبر الماضي وضرب إسرائيل وعدوانها الغاشم على الأراضي الفلسطينية لم ينقطع بالأشكال كافة. عملت مصر على عدة مسارات لدعم القضية الفلسطينية، لعل أولى هذه المسارات تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي قدرت ب 75% مقابل 25% من دول العالم، وتجاوز عدد القاطرات 1,000 قاطرة محملة ب 13,000 طن تتضمن مستلزمات الحياة في زمن العدوان. وكانت منظمات المجتمع المدني على رأسهم التحالف الوطني للعمل الأهلي من أهم المنظمات المشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين. وفي المقابل وعلى المستوى الحكومي، قامت الدولة المصرية بإدخال المساعدات عن طريق معبر رفح، فضلا عن استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، لا سيما الدعم اللوجستي ودعم القضية في المحافل الدولية ورفض التهجير القسري لأهل غزة. الدعم المصري يستهدف الوصول إلى السلام الشامل والمصلحة العليا لفلسطين وشعبها، وإقناع العالم برفض التهجير القسري للفلسطينيين وتحقيق القرارات ذات المرجعية الدولية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وذلك عبر حدود 4 من يونيو 1967. وتستمر مصر حكومة وشعبا في دعمها للشعب الفلسطيني في محنته الأخيرة، اتساقا مع مواقفها الراسخة والثابتة إزاء القضية الفلسطينية رغم ما تتعرض له مصر من ضغوط خارجية وأزمات داخلية نتيجة الأزمة الاقتصادية الدولية التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم. استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا بينما أفاد متحدث باسم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم الجامعة فجر أمس الاثنين واعتقل 25 طالبا كانوا يعتصمون بداخلها لأمور تتعلق بأوضاع الطلاب. وفيما له صلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 55 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة من الخليل وطفلان وأسرى سابقون خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون أصاب سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة في جنوب البحر الأحمر. يأتي هذا بينما أكد الحوثيون استمرار الهجمات على سفن إسرائيل والمتجهة إليها في البحر الأحمر، مؤكدين أن الموقف من الحرب في غزة لم يتغير بعد الضربات التي قادتها أمريكا.
يوما تلو الآخر تتصاعد التوترات في البحر الأحمر، توترات يخشى المراقب أن ترقى لمستوى حرب إقليمية على أثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. التطور الأحدث تمثل في إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن صاروخا أصاب سفينة قبالة سواحل اليمن، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها باليمن، وأن الصاروخ أصاب سفينة بضائع مملوكة للولايات المتحدة قرب ميناء عدن. يأتي ذلك في إطار الهجمات الحوثية على السفن الإسرائيلية وسفن الكيانات المؤيدة لإسرائيل والمتجهة لها نصرة لغزة بحسب الوصف الحوثي. وفي إطار هذا التصعيد الذي تشهده منطقة البحر الأحمر، تواصل القيادة الحوثية التأكيد على استمرار الهجمات مع استمرار العدوان على قطاع غزة. وفي المقابل تواصل الولايات المتحدة والدول الحليفة التأكيد على استمرار استهداف الحوثيين، وأن الضربات التي طالت مواقع خاصة بهم في اليمن الأيام الماضية لن تتوقف طالما أن التهديد الحوثي باق. لندن كانت صاحبة الموقف الأبرز خلال الساعات الماضية، حيث قال وزير الدفاع البريطاني إن المملكة لن تقبل بإغلاق البحر الأحمر وإن حرية الملاحة حق دولي يجب الدفاع عنه. في الشأن ذاته اجتمع مجلس العموم البريطاني لبحث ما وصف بالرد العسكري على الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر، وخلال الجلسة أكد ريشي سوناك أن القوات البريطانية جاهزة لردع الحوثيين مجددا. دمرنا 13 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين في اليمن، كل ضرباتنا على الحوثيين نجحت وحققت أهدافها. الحوثيون يواصلون استهداف السفن رغم تلك الضربات، لأجل ذلك نؤكد أن قواتنا جاهزة لردع الحوثيين مجددا إذا تطلب الأمر. وفي ضوء هذا التصعيد لا يغيب الأثر الاقتصادي بطبيعة الحال عن المشهد، فقد أفادت البيانات المعنية بحركة السفن بأن التصعيد في المنطقة أدى إلى عرقلة ما لا يقل عن 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع، بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية 10 ضربات الجوية على مواقع للحوثيين السبت الماضي. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا. وخلال اجتماع لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، شدد مدبولي على ضرورة الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل، موضحا ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات. وخلال الاجتماع أشار وزير الطيران المدني أن استراتيجية الوزارة تتضمن عددا من المحاور تتمثل في تعزيز معايير السلامة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية جهود وزارة الثقافة في نشر وتطوير المنشآت الثقافية المتنوعة في مختلف المحافظات، كما أكد رئيس الوزراء أهمية تفعيل دور تلك المؤسسات الثقافية في نشر الفنون والمعارف والارتقاء بالثقافة والوعي لدى أبناء الوطن على النحو الذي يعكس التأثير الحضاري لهذا الوطن العريق. جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء موقف المنشآت الثقافية الجاهزة للافتتاح بمحافظة أسوان. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بوقف الامتحانات في بعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجدير المائي بين الطلاب بالمدارس. أوضح المركز الإعلامي أن وزارة الصحة والسكان أكدت أن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس دون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم، وأشارت إلى أن هناك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب إلى داخل البلاد. وافق مجلس النواب خلال جلسته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة الناجزة وتوفير كل الضمانات للمتقاضين أمام المحاكم الجنائية
من خلال السماح للمتهم وكذلك النيابة العامة بالاستئناف في قضايا الجنايات. استجابة لاستحقاق دستوري وفقا لما جاء بدستور 2014 وتماشيا مع ما أسفر عنه الواقع العملي من تكدس القضايا بمحاكم النقد، جاءت مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ونظرا لخطورة قضايا الجنايات وما ينتج عنها من عقوبات جسيمة قد تصل إلى الإعدام، فقد بات من الصعوبة بمكان أن تنظر قضايا الجنايات على درجة واحدة، في حين أن قضايا الجنح وهي أقل خطورة في أحكامها تنظر على درجتين. وعلى ذلك جاءت التعديلات المدخلة على القانون القائم لتسمح للنيابة العامة وكذلك المتهم بالاستئناف في قضايا الجنايات على أن يقوم المتهم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه بتقديم تقرير يتضمن أسباب الاستئناف ومذكرة الاستئناف موقعة من محام يحق له المرافعة أمام محاكم الاستئناف خلال 40 يوما من صدور الحكم. وفي حال أرادت النيابة العامة الاستئناف عليها أن تتقدم بأسباب ومذكرة الاستئناف موقعة من محام عام على الأقل، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم. المجلس وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وناقش عددا من مواده، فيما أرجى رئيس المجلس استكمال المناقشات استجابة لطلب الحكومة بإعادة بعض المواد للنقاش خلال جلسة يوم غد. تحقيق العدالة الناجزة بأفضل صورها وتخفيف العبء عن محاكم النقد وكذا توفير الضمانات الكافية للمتقاضين جميعها أسباب دفعت الحكومة للتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي يأتي كذلك استجابة لاستحقاق دستوري وفقا للدستور 2014. من مجلس النواب محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. تواصلون معكم في أحداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل. القوات الأوكرانية تعلن إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين فوق بحر آزوف، وموسكو تعلن تدمير 3 صواريخ أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك. نفذت تركيا موجة من الضربات الجوية على البنية التحتية للكهرباء والنفط في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد، مما أدى إلى خروج عدة محطات كهرباء عن الخدمة. وأفاد مسؤول إعلامي في منطقة الحكم الذاتي التي يسيطر عليها الأكراد أن القصف التركي أصاب 40 موقعا على الأقل خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك محطات الكهرباء ومحطات ضخ المياه والبنية التحتية النفطية، كما انقطعت الكهرباء والمياه عن 10 بلدات حدودية في مدينة القامشلي. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط طائرتين حربيتين روسيتين فوق بحر آزوف، مما يمثل ضربة كبيرة لروسيا في منطقة تسيطر عليها. وقال قائد الجيش الأوكراني إن إحدى الطائرتين من طراز A-50 تستخدم لمسح بالرادار بعيد المدى، والأخرى من طراز L-22 تستخدم كمركز قيادة من الجو. وقدرت وزارة الدفاع الأوكرانية قيمة الطائرة A-50 بمبلغ 330 مليون دولار، ودخلت الخدمة لأول مرة قرب نهاية الحقبة السوفيتية، وهي وحدة كبيرة للإنذار المبكر والتحكم محمولة جوا يمكنها مسح منطقة لعدة مئات من الكيلومترات بحثا عن طائرات وسفن وصواريخ العدو. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 صواريخ عملياتية تكتيكية أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك الروسية. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه جرى إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 3 صواريخ على أهداف في الأراضي الروسية. أعرب رئيس تايوان عن شكره للولايات المتحدة على دعم بلاده، وذلك خلال لقاء مع وفد أمريكي. ويأتي ذلك في وقت اتهمت فيه السلطات التايوانية الصين بممارسة قمع دبلوماسي على حد قولها، وذلك بعد قرار جزيرة ناورو في جنوب المحيط الهادي قطع علاقتها مع تايبي للاعتراف ببكين. وأعلنت حكومة جزيرة ناورو أنها ستتوقف عن الاعتراف بتايوان كدولة منفصلة لتعترف بها كجزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. من جانبها رحبت الصين بقرار جزيرة ناورو، ويذكر أن الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتعهدت بضمها مجددا. ومع قرار ناورو تراجع عدد من الدول التي تعترف رسميا بتايوان على حساب الصين إلى 12.
أدانت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان إطلاق كوريا الشمالية أول صاروخ باليستي هذا العام، موضحين أن عمليات الإطلاق هذه تهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة. جاء ذلك بعد إعلان كوريا الشمالية نجاحها في تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى محمل برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت ويمكن التحكم فيه. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن تجربة إطلاق الصاروخ لم تؤثر على أمن أي دولة مجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي، مشيرة أن الهدف منها التحقق من خصائص الرؤوس الحربية متوسطة المدى وقدرة محركات الوقود الصلب متعدد المراحل والمطورة حديثا. أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن قطاع الأسمنت يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الرئيسية التي تسهم في الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن مصر تعد أكبر منتج بالقارة الإفريقية وضمن أكبر 10 دول منتجة عالميا بحجم إنتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنويا. تأكيدات الوزير خلال كلمته خلال فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي 26 لصناعة الأسمنت الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي ضرورة تطوير العمل بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وتعظيم استغلالها وزيادة العوائد منها. جاء ذلك خلال اجتماع السعيد مع مها عبد الرازق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، حيث أشارت الوزيرة أن الصندوق السيادي يسعى لتطوير الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين. وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية تعاون لتحفيز أسواق الإيجار بمصر. وأكدت وزارة الإسكان في بيانها أن هذه الشراكة تعد نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية. كما أوضحت الوزارة أن هذا التعاون يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد القرش إن مصر تشهد تطورا كبيرا في مجال الزراعة، مؤكدا أن المنتج المصري أثبت جودته عالميا مع ارتفاع حجم الأسواق التي يغزوها. وأشار أن الوزارة تطبق معايير واشتراطات مشددة في مجال الرقابة على المنتجات الزراعية. وقال القرش إن أسواق دول الاتحاد الأوروبي من أكبر الأسواق التي تصدر لها مصر، وأن مصر تعمل بنظام التكويد وهو ما يساعد في متابعة المنتج بشكل كامل. وأشار أن مجمل الصادرات الزراعية اقتربت من 7 ملايين طن خلال الموسم الحالي، إضافة إلى تجاوز صادرات الموالح أكثر من 2 مليوني طن لأول مرة. تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ كمية كبيرة من السلع بمخازنها وعلى رأسها السكر الحر الذي يصرف ضمن المنظومة التموينية بسعر 27 جنيها للكيلو. تقول الأرقام إن الدولة تضخ أكثر من 30 سلعة بتلك المخازن. سلع وفرت لها الدولة ما يزيد عن 37 مليار جنيها سنويا. فعدد المستفيدين من الدعم يزيد عن 60 مليون مواطن، رقم توفر له الدولة شهريا ما يصل إلى 4 مليارات جنيه لتوفير أكثر من 30 سلعة. سكر حر متوفر، سكر التموين متوفر، كل أنواع السلع متوفرة، عدس، فول، جبنة، لبن، كل استعدادات رمضان متوفرة. فالداخل إلى تلك المخازن التي يصل عددها إلى 1500 مخزن يجدها على هذا الحال، وفرة في السلع وضخ يومي إليها من كل الأصناف لتلبية احتياجات المواطن على بطاقة الدعم. إحنا دلوقتي في الاستعادة الخامسة. أنا عندي في منطقة الجيزة فيها 8 فروع جملة و550 تاجر تمويني و310 بدل تمويل. كل تلك السلع تضخ يوميا لأكثر من 40 ألف منفذ لصرفها للمواطن على بطاقة الدعم، كلنا حسب ربطه.
او صرفه من السلع ايضا. كل تجار تمرين وشباب جمعيتي قبل بدايه الشهر بيبقى لازم بيبقى عندنا 25% من قيمه التارجت اللي احنا بنصرفه، يعني لو بيصرف ب 400,000 جنيه لازم يبقى عندنا بضاعه في محلاتنا 100,000 جنيه. وما بين هذا وذاك فان توفير السلع للمواطن هو الهدف، وتدبير احتياجاته هو العمل الذي تعمل عليه كل اجهزه الدوله. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية. وأخيرا ما أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم ثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. والآن مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وصلنا معكم لنهاية أحداث 24 ساعة، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.